اليوم غادي نكتشفوا اسهل طريقه لتنظيم وحذف الصور في التليفون ديالنا. اكيد العديد من الاخوان عندكم صور كثيره، عندنا واحد الصور كثيره اللي في التليفون ديالنا كنبغيو مثلا نحذفوها ولا ننظموها، لكن خصك مثلا تسيليكسيوني كاع دوك التصاور او كل وحده تسيليكسيونيها ودوز سيبريمي باش تمسح. لكن اليوم جبتكم واحد الطريقه سهله وبسيطه صراحه، اكيد تعجبكم، تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه. الطريقه هي يمكن لك تسحب سواء اليمين او الشمال وتحذف الصوره او تنظمها بطريقه سهله. الى بلاي ستور كنكتبوا الكلمه التاليه اللي هي سويب ديليت فوتو، من بعد ما كتعمل تيليشارجي لهاد الابليكاسيون كتقوم بعمليه الفتح، كتكليكي على اوفرير. من بعد ما تكليكي على اوفرير عيدوزك لهاد الواجهه. هنا في هاد الواجهه كيعطيك جميع الصور ديالك بالترتيب وكذلك بالتاريخ ديالها، كل وحده لاضات ديالها من هاد الواجهه اللي في الاعلى. هناك الاعداد، من هاد الاعداد يمكن لك دير الاعداد اللي تناسبك على اي. اذا غنمشيو دابا باش نصفحوا لي فوتو، غنشوف هاد 24 وخوش مثلا 22، المهم غنختار انا واحده من هاد. هنا يبدا يعطيني الصور، اذا هادو هما الصور ديالي اللي صورت انا. بغيت نمسح الصوره كنكليك على الصوره فقط، كنمرر، مررنا لهاد الاتجاه كتعطينا علامه خضراء، يعني الصوره غنخليوها غتبقى، ولكن لا مررت لهاد الجهه ديال الاحمر غادي نمسح الصور.